هذا اليوم هو يوم الجمعة. أن رواني الدنيا أيتك تريعة أن الجمعة نعم الجمعة ينتو أن رمزو. يجب أن نؤدي في هذا اليوم صلاة الجمعة. نزاف أتسميت يا بوتي كم نعم أن رمزو ديا نفانا تنترا على نفا بكا أم نعم الجمعة زميا كم نتمنى. نجتمع لصلاة الجمعة. إذا نوي نقول ما نقول تيكا فناتنا أم نيبيرنا أنا كريا نفانا تنترا الإمام الخطيب يخرج إلى صلاة الجمعة في وقت الظهر. ني تارك إمام زانيا دي سميتي نبوك إيزي ميارا تانيا مالبيا مالا كاتيركا نزاني باقا سوما إزاني أفتونا أطوان يسلم على الناس أولا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولو نجي نزاقك أطوان بفاتوكا أم تيرا بباقا نزانيا دي نفيا ربانا لي فوق أم في تدين الوية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زهيتي كتلدون إدي كنسان ثم يجلس ديري فبيل ديري فبيل إذا نجي ربانا زين فوي الأولين نحكم من بعض زين يرى هذا إذا ربيتا نجي ربانا يبكيك كم سيئس يؤذن المؤذن أذان الجمعة ديا منو أذان المسي أنتم ني فلنتطرحنا الصلاة ني مؤذين ني بيانش ثم يقوم الإمام ويخطب الخطبة الأولى. دي في تجين زنيا متسكر الإمام بمتسكر زيكا ما نتطير كنيو تنتي الأولى. ثم يجلس ويقوم ويخطب الخطبة الثانية. رفابيت الأولو تنتي الأولوانيا جمي بيك كاليسي رفابيو سمتسكر الإجمالينا ما نتطير كني تنتي فهر وفهر. ثم تقام الصلاة. رفابين تنتي يزورين ديا أتنتران يمزيزانيا ني فاكا الصلاة يصلي بهم ركعتين تنتران الصلاة زانيا إمام تنتاك ني فاوكا دو ركعة نوي إنتم يوتكا إزاني صلاة إزاني يجهر فيهما بالقراءة قراءة جهرية نعم إذن وي فكينا ما إذن أم تنظر لي إذن فكينا ما ني سورة إذن فكينا أنا تني إنتو في ميوت خيزن نعم ولا نصلي في هذا اليوم صلاة الظهر إذا صلينا مع الإمام أدركنا مع الإمام الركعتين أو ركعة واحدة من الجمعة سقط عنا الظهر نعم إذن وي رفابيتا يمي رورة عقلي إنكم يمكين صلاة الجمعة زانيا دي سيوبليكا فقام تيكا يمتون نفانا تنتراحنا نسوالا الغور إنزين معاها كام تيكا سيوبليكا فقام سميلا ما نتطير كان يمتون الذي يدرك مع الإمام التشهد الأخير مثلا هذا لابد أن يصلي أربع ركعات يقضي الصلاة أربع ركعات نعم هذا كان ينبغى الشيخ زنيا ويزيول تارا زنيا تارا يسوى مولا نعتاكا نفي بيتاح نفارا في بيتاح نفارا زن تاكا ديا رفم تاكا نايزا دي تسميت مانا تنتيركا إفتركا نعم لابد أن نتعلم ونعلم الناس كا ني أوبليغاسيون ني أنك تاتيكا تلي ني ريسبونسابيليتي تيكا ديا تسميت ميانا تاتيكا دي ما عيتك ما بيانك من يعمل قوة زين يا نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم سميت أتوتك في فكيرنا من نفنا رهنا من فزورنا أم سردنا من محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن نترك الخطبة إمامة الصلاة لأهل البدع لا يمكن نعم لأهل الباطل لا يمكن إذن وي سي تشتسونا توتي كبيتو أبيك كزانيا ني فانتانتيران ني خطبة ني فانتانتيران الصلاة أناركا ني بانو فورنا زانيا إذن وي نعردالانا أتاقال تيكني تيردالان فورنا زانيا فورنا ممكن تأخذ خطبة مكتوبة وتخطب بها وي ميدي مشامتيكا وي ميد أرسيكا توتيني أصيكاتو منورك سورة أصيكا لي زابتا نفاك ننتي نتورتيني إزاي هاتو أصيكا مين إزاي لو افتتح الخطبة بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
wotowe na tumkan zanya ni turteni amni panoban fitirinana bismillahi ni fitirana ni Allah arni fadifasna suranam pamna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qara surat al-asr arkuwa namati surat al-asr surat nisafuidinana til quran amara al-nas bitaqwa Allah arina lihni bawuka zanija mfatawuna ala Allah subhanahu wa ta'ala thumma yajlis ديريفابيسن تابير نتومي تورتين بيشا كايزا ثم يخطب الخطبة الثانية بسم الله والحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دين سانتنا إيزا مني فمانا نتومي تورتين فهاروة دي نبير تحكتا فرولوي في بسم الله سني في ديران الله عرقوني سجانة خاصة سجانة قبنا محمد صلى الله عليه وسلم دي منارة نسي ويذكر حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم آري تيني زوي مماكي حديث فمنان أنا في حسني إيه ويختم بدعاء مختصر ربنا آتنا في الدنيا حسنة مثلا آري فرانني أمني الدعاء زوي رنباقك فابت زي فرانني كيلي إنجينا أطوني دي مناقة لي تورتين هذه خطبة صحيحة كاملة إذن تورتين زن تنين نبي أفوه زنة تينا رايك تينا متصار زنة سيسي أمبينا زنة فويزا فزين تينا إجام ناس أنا أتعجب أن البعض يعني في مسجد يكون جامع مثل هذا إذا تغيب الإمام يصلون الظهر لا يستطيع واحد أن يأتي بآية وبحديث ويقوم ويخطب فيهم قادر قوات نيني أمني مسجد ساسانيا رفاوي سنكي تسيوكي الإمام ناوي سنكي مرار ناوي أبسوكي الإمام نباوك ريمانتودن تبا مصري أحدا منو تاكن فانا زماني زيتين ريزيمي نتون تيمي فتو بدي نباوكا ظهري زريو أمزوما نعم